دابا كنوجد لواحد العمل المغربي ان شاء الله واحد الشهر كنطلقوه ان شاء الله الله يعطينا التيسير يا رب. ما باقي ما اخترتش، عندي ثلاث اغاني انا محتار بيناتهم، ما غادي نعطيك الاسامي ديال ثلاثه ندخل في كاين شي ديوم مع شي مغربي مع شي فنان مغربي عم نحكي بس ما في اذكر اسم لانه بعدنا عم نتفق بعد ما اتفقنا مع عنصر نسائي فنايرد هيدا الراب. حلوين برافو ليك، كل شيء بيوصل الفكره حلوه مهضومه عن بطريقه سلميه حلو، عرفتي كيف؟ ابار انه اذا هلا بالنهايه هيدا منه فن كتير واو، وهيدا فن تعبيري بطريقه موسيقيه، ف جود لك برافو حلوين. شوف اغاني الراب بالمغرب. بشوفهم. هيدي اخر واحد تبع هيدا البيج كتير حلوة، السوجي موصل فكرة حلوة، برافو. هيك لازم الشاب يعبر عن، مش باليضيع وبالإجرام وبالسرقة، لازم يعبر بالفن بشي تواصل حضاري مع الناس، هيك بيوصل لحقه حضاريا، لأنه يعني التكسير والضرب ما بيفيد، بفوت على الحبس. مرسي لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الانتباه باش يوصلكم كل جديد.